مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من القاهرة. نحييكم ويسعدني أن أصحبكم خلال الساعة القادمة. وماذا عن الدستور القادم لمصر؟ وأيضا ماذا عن لجنة صياغة هذا الدستور؟ اختلفت الرؤى السياسية ورؤى الأحزاب السياسية تجاه لجنة صياغة الدستور. حول هذه الرؤى نعرض سلسلة من الحلقات نبدأها من اليوم، وبرؤية حزب الحرية والعدالة عن الدستور الجديد وعن لجنة صياغة الدستور. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة كل من الدكتور نصر طاحون، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. مرحبا بك دكتور نصر. وأيضا أستاذ محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. مرحبا بك أستاذ محسن. والدكتور صلاح صادق، الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمحامي بالنقد. مرحبا بك. أبدأ معك يا دكتور نصر، وتصوركم للجنة صياغة الدستور كيف ستكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بالنسبة للجنة وضع الدستور، إن شاء الله هي مكونة من ما حسب ما نص عليها الإعلان الدستوري، والما هذه مختلف عليها. نحن نرشح أن يكون 40% من مجلسي الشعب والشور، على أساس 28 من مجلس الشعب و 12 من مجلس الشور، ويتبقى 60 فردا. الستون يكونون من رجال العامة أو الشخصيات العامة، لا سيما فقهاء القانون الدستوري، والفئات والفصائل المختلفة في مصر. بمعنى أن يكون مثلا للأزهر الشريف ممثلا، أن يكون للكنيسة ممثلا، أن يكون للنقابات ممثلين لهم، في حدود 30 فردا، والثلاثون الآخرون من الشخصيات العامة وفقهاء القانون الدستوري. أما 40 الآخرون فهم من مجلسي الشعب والشور. وأيا كان الحال، أنا مثلا فرضنا أن أنا عضو مجلس الشعب وتم اختياري ضمن 40 الممثلين للبرلمان والمجلس الشورى، لا غروة أن أستند إلى استشاريين وأخصائيين في العلوم الدستورية. يعني 40 هم دول مش هيدوا الدستور، أو مش هم اللي هيكتبوا الدستور، هم هيستندوا برضو لأخصائيين واستشاريين وهيسألوهم كمساعدين لهم في صياغة الدستور. وأيا كان الحال، الدستور ليس بالأمر الصعب. سيتم كتابة الدستور استرشادا بالدساتير السابقة. أول دستور 23، دستور 52، دستور 56، دستور 58، وانتهاءا بدستور 71. وإن كان هناك، يعني أرى أنها تغييرات طفيفة للغاية لا تستدعي مثل هذه الضجة في الشارع المصري. هذا باختصار رؤيات الشخصية عن لجنة وضع الدستور. طيب، سأنتقل إليك أستاذ محسن. سأنتقل إليك، يعني كما قال لنا دكتور ناصر، سيكون هناك 40 شخص من داخل مجلس الشعب والشورى، على الرغم من أن هناك يعني بعض التيارات تتحفظ على ذلك وتعترض على ذلك، ولكن كيف سيكون هناك يعني تقسيمة 40 شخص، 12 من مجلس الشورى و 28 من مجلس الشعب، ولكن كيف يتم الأوزان؟ سافر لك دواء مفناء عن كل برعي. الشعب المصري بينقسم إلى قسمين، قسم رموز عامة داخل المجتمع، وقسم منتخبين بيمثلوا هيئات ومؤسسات ونقابات مختلفة، يعني ممثلين، يعني أخذ الرمزية من تمثيل داخل الطبقة بتاعته أو داخل الشارع. فده المجتمع. المجتمع عبارة عن رموز عامة، ورموز اختارهم الشعب من خلال يعني طرق مختلفة انتخابية، إما نقابات عمالية، نقابات مهنية، مؤسسات مختلفة، مجلس شعب، مجلس شورى. فبالتالي عندي الاثنين في المجتمع. وأساس ذلك، حتى لا يظن الناس أن العملية هي عدد فقط، أساسها الخبرة. يعني الخبرة موجودة في الرموز العامة، وموجودة في من يمثلون الشعب في شرائح مختلفة. فتم اقتراحات من قبل الكثير من الأحزاب السياسية والقوى السياسية في اجتماع مجلسي الشعب والشورى، إلى أن تتقسم لجنة المئة بحيث تكون 40
من مجلسي الشعب والشورى باعتبارهم منتخبين رموز جاءوا بالانتخاب، و30 بيمثلوا مؤسسات ونقابات أخرى جاءوا بالانتخاب، 30 و30 شخصيات عامة. هي التقسيمة الأم على الصعيد، لكن أنا كان سؤالي لك، يعني هيكون هناك 28 شخص من مجلس الشعب، كيف سيتم يعني اختيارهم؟ هل سيكون مثلا يعني طبقا للتمثيل النسبي لوزن الأحزاب السياسية الموجودة؟ تمام، احنا بقى اتكلمنا في أول مرة إن كان بنتفق على المعايير الرئيسية لاختيار الشخصيات، وما أسفر عنه اجتماع الأمس في مجلسي الشعب والشورى ان تكون في لجنه منتخبه من الاثنين، مختاره لجنه بتتلقى الاقتراحات. اللي احنا بنقوله دلوقتي ردا على هذا السؤال ده، انا بقدمه مقترح وحضرتك بتقدمي، وكل النشطاء وكل من يهمه الامر يكتب هذا المقترح ويقدمه لهذه اللجنه، واللجنه تصيغ هذه المقترحات. اصبح المعايير اللي اتحطت مش نابعه من اعضاء مجلسي الشعب والشورى لاختيار ال40، وانما جايه من الداخل ومن الخارج. هل افهم من ذلك انه سيكون هناك توافقات داخل اللجنه ليخرج مقترح جديد يتم التصويت عليه؟ شيء طبيعي. ليه؟ لان احنا لو قلنا مفيش توافق يبقى دي ممكن الناس يسموا استحواذ، باعتبار ان الاغلبيه موجوده اما لحزب الحريه والعداله او لحزب النور. عفوا في هذه النقطه، يعني على يعني اذا بقى طبقا لذلك لن يكون هناك 40 شخص من مجلس الشعب، لان حزب النور كان له تصور مختلف، حزب الوفد تصور مختلف، حزب المصريين تصور مختلف، النائب عمرو حمزاوي تقدم باربع اقتراحات مختلفه. اذا يعني سيكون هناك كل هذه النسب مطروحه، ثم بعد ذلك يكون هناك قرار من جانب هذه اللجنه. كم ستاخذون من داخل مجلس الشعب؟ لان احنا ده اقتراحنا احنا. طيب وهذا لم يحسم بعد. طب وهذا سيتم عرضه للتصويت ام سيكون طبعا هذا قرار نهائي من اللجنه ومجلس الشعب؟ يعني لا، سيكون بعد ذلك قرار نهائي من مجلس الشعب. بمعنى احنا حزب الحريه والعداله قدمنا 40. طب ولكن اسمحي، انتم حزب الاغلبيه، فاذا انتم اردتم 40 فسترفضون اي اقتراح اخر ربما ذلك؟ يعني والله ممكن يكون في نوع من التوافق يعني عند المناقشه. انا ليه بفرض الاول سوء النيه؟ انا عندي ممكن ان احنا تزيد تقل، هذا وجهة نظرنا. الذي سيحسم هذا الموضوع هو البرلمان عند مناقشة هذا الموضوع. مجلسي الشعب والشورى هيناقشوا هذا الأمر. المفترض أنه إذا كانت هناك رؤية لحزب الحرية والعدالة فإذا سيكون التصويت ضد عكس ذلك، يعني إذا قلت النسبة يعني مثلا طبقا للأحزاب الليبرالية. أنا عايز أقول حاجة، أنا من حقي أن أنا أتمسك بوجهة نظري، لكن إذا كنا حريصين على أن نتمسك بوجهة نظرنا كنا حسبناها أمس. لكن ليه تركنا هذه الفسحة؟ بحس أن كلنا بنراجع بعضينا في وفق هذه الاقتراحات والرؤى. طيب، سواء من الداخل أو من الرؤى التي لكن بتخدم. فيما يخص بقى يعني 28 شخص الذين سيتم اختيارهم من داخل مجلس الشعب، كيف سيتم اختيارهم؟ يعني تقريبا برضك زي ما احنا عرضنا هذه الصورة بصورة فيها نوع من الشورى والتوافق، نفس الحكاية. ليه؟ حتى لا يكون هناك استحواذ من قبل فئة على فئة أخرى. وبالتالي لغة التوافق الآن هي اللغة الأنسب حتى لمن يستشعر أنه أقلية وأنه عدده مش ما عندوش قدرة على أنه يقدر يصوت داخل مجلسي الشعب والشورى. وبالتالي التوافق هو الحل الأمثل والنموذجي. بل أنا كنت متصور أن يشاد، ولكن يعني لابد أن يكون هناك معيار لاختيار هؤلاء الأشخاص. طب كيف سيكون المعيار؟ ما هو المعيار يعني هل المعيار مثلا سيتم طرح عدد من الأسماء ويتم يعني التصويت يعني عليها؟ يعني المعيار اللي موجود هيبقى من خلال التنوع اللي بيمثله أفراد أعضاء مجلسي الشعب والشورى. ناس متخصصين في القانون، ناس متخصصين في الإعلام، ناس متخصصين في الصحة والطب، وناس متخصصين في الصناعة، ناس متخصصين في مسألة حقوق الإنسان وملف الحريات العامة. كل دول تخصصات موجودة وأصحاب خبرة ولهم نماذج، ودول معظمهم رموز موجودين داخل المجتمع. طب وهل سيكون هناك أيضا تقسيم مثلا لابد أن يكون مثلا عدد من الأشخاص من حزب الحرية والعدالة، عدد من الأشخاص من حزب النور؟ هل سيكون هناك أيضا معيار يعني هو هتجتمع الكفاءة مع العدد، لأن لا يمكن بحال من الأحوال أن أنت تحصري الكفاءة وفقط. ممكن الكفاءة دي تكون معظمها في أحزاب محددة دون الآخر، فبالتالي لابد من التمثيل النسبي اللي موجود بحيث أنه يحقق العدالة
في التوزيع طيب. والكفاءة نعم. ولا يمكن أن أنا أفصل بين الاثنين. طيب سأنتقل بقى إلى أستاذ دكتور صلاح. دكتور صلاح، يعني هذه هي رؤية حزب الحرية والعدالة للجنة المئة فيما يخص يعني 40 شخص داخل البرلمان، أنت كيف ترى وجهة النظر هذه؟ بتصور أن كل هذه المقولات مسائل جانبية أو ثانوية، لن يتم الاتفاق على نسب أو أعداد من كل شريحة من الشرائح ولا على أسلوب اختيارها. وزي ما حضرتك قلت في الأول، قدمت عشرات المقترحات. أنا معني بالمناخ العام الذي يتم في خلاله من إطاره هذا الاختيار. أول نقطة بحب أركز عليها، وهو أن شرعية مجلس الشعب ومجلس الشورى مشكوك في شرعيتها. فإزاي هذه المجالس المشكوك في شرعيتها تتولى اختيار لجنة لوضع الدستور؟ مشكوك في شرعيتها بمعنى مجلس الشعب مرفوع قضايا والمحكمة نعم. الإدارية العليا، وأنا رافع قضية منظورة يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يوم 15 ببطلان الانتخابات لأسباب عديدة ممكن أن يخصص لها ندوة أو حديث خاص. المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكم بإحالة الدعوة إلى المحكمة إلى المحكمة الدستورية. يعني معناها إيه؟ أن احنا قد يحكم بعدم دستورية الانتخابات، قوانين الانتخابات والانتخابات التي تمت على أساسها. طيب معلش ما نعزق طيب حاجة يعني إذا كانت يعني هذا حدث فقط منذ مثلا أسبوعين، إذا كان مثلا يعني محكمة القضاء الإداري لم تحيل شرعية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية، هل كنت ستوافق أن يكون هناك 40 شخص من داخل البرلمان؟ أنا بقول لحضرتك مجلس الشورى بقى معدل التصويت حسب ما أعلن 7.2 وحقيقته 3.3، فهل يتصور أن تكون نسبة تمثيل للشعب بمعدل 3%؟ هل هذا المجلس يمثل الناخبين بجد؟ ولهذا أنا بقول المجلسين عليهم علامة استفهام. النقطة الأخطر بالدية أن رجل الشارع والرأي العام يستشعر أن هناك توافقا تاما يصل إلى درجة زواج المتعة ما بين أطراف والمجلس العسكري. فالمجلس العسكري هذا ما يتم في الخفاء، بمعنى أن ما يتم في العلن كل هذا لن يكون له قيمة بمقدار ما هي سلطة المجلس العسكري في تسيير الأمور، وهذه السلطة قائمة حتى الآن. وبالتالي بقول يهمني جدا قبل ما أعرف ديت ما هي العلاقة ما بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري. دي بانت في قضية التمويل الأجنبي، واللي الأمريكان ووزير الخارجية الألماني شكر حزب الحرية والعدالة على جهوده في إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين. حزب الحرية والعدالة بيقولك إن ده ما حصلش، ولكن أنا بقول إن المصادر اللي أعلنت في أمريكا وأعلنت في ألمانيا بتشكر هذه الجهات على جهودها في إخلاء سبيل المتهمين. هم من جانبهم يعني يعبرون عن دهشتهم يعني في بهذا الصدد. لا، ده أنا عاوز أقول إن ده يعبر على شيء يتم في الخفاء، وهذا ما يستشعره رجل الشارع، وعاوزين الشيء اللي في الخفاء يظهر في العلن. طيب سأنتقل إليك دكتور ناصر، يعني كما ترى يعني هذا قد يكون يعني رأي من الآراء المتواجدة في الشارع المصري، اعتراض أن يكون هناك يعني عدد كبير أو 40 شخص من داخل مجلس الشعب والشورى، وانتقادات توجه لهذا العدد كما رأيت، أنت كيف ترد على ذلك؟ خلاص احنا نحل مجلس الشعب ونحل مجلس الشورى ونبدأ انتخابات تانية، وبعد ما تتم الانتخابات التانية نحله تاني، وانتننا في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية. ولكنك أيضا ذكرت أن يعني هذا في سبيل يعني عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ولكن أنت أيضا ذكرت لي يعني أن التغييرات طفيفة في الدستور، وأن مسألة الدستور ليس بالمسألة الكبيرة، فإذا من كانوا يطلبون بأن يكون يعني الدستور أولا حتى قبل انتخابات مجلس الشعب قد يكون لهم وجهة نظر حكيمة في ذلك، يعني حتى أنت قلت لي الآن التغييرات طفيفة، لماذا كل هذه الضجة الإعلامية على مسألة الدستور؟ أولا الدستور معظم دساتير العالم تتفق في أمور شتى، يعني بالنسبة نظام الحكم هل هو برلماني رئاسي أو رئاسي؟ طب اسمعني حتى يعني أخرج على السياق، يعني ربما يعني أيضا في هذه الحلقة يعني ندخل في تفاصيل الدستور، ولكن نحن نتحدث عن فكرة 40 شخص. انتقادات موجهة لكم، أنتم كيف تردون على هذه الانتقادات فيما يخص فكرة أنه يجب أن يكون هناك نواب داخل من داخل يعني مجلس الشعب والشورى في لجنة البرلمان؟ أليس نواب مجلس الشعب والشورى منتخبين؟
من يتكلم عكس ذلك يرى ان اعضاء مجلس الشعب السوري ليس من اعضاء الكفاءات. يعبرون عن الشارع المصري، عن الشارع المصري، هم منتخبون، هم اصحاب كفاءات، فيهم اساتذه القانون، وهم يعبرون عن الاغلبيه، فيهم المحامين، فيهم المهندسين، ولكن نعم، ولكن يعني وجهه نظر اخرى تقول ان الدستور ليس دستور الاغلبيه، ماشي. هو دستور توافقي. هو لو كان دستور اغلبيه كان حزب الحريه والعداله مع حزب النور او مع القليل كان وضع الدستور وله الاغلبيه في هذا، الا ان حزب الحريه والعداله ورغم ذلك هو الذي طلب ان تكون هناك توافقات بين جميع الاحزاب وجميع الفصائل في الشارع المصري. ولكن اسمح لي، يعني اذا يعني هو يتنازل لان الدستور غير القانون، قالوا هذا القانون يشترط اغلبيه مطلقه، الدستور لمده طويله غير قابل للتعديل، فحزب الحريه والعداله هو الذي طالب بهذا، وكان من الممكن ان يستاثر بكل الامور، ورغم ذلك تركها للشارع المصري. طيب بصفه عامه. طيب سانتقل استاذ محسن، الكلام جميل، الكلام عن التوافق جميل، ولكن عندما ناتي الى الاختبارات الحقيقيه مثلا في مساله اللجان نجد ان حزب الحريه والعداله ياخذ نصيبه، هو فعلا يعني اخذ عدد مقاعد كبيره وهذا نصيبه، ولا احد يعني لا يستطيع لومه. في فكرة بقى الدستور، إذا كنا سنطبق 40 شخص من البرلمان، 28 من داخل مجلس الشعب، الأوزان النسبية قد تلعب يعني دورا مهم، إذا قد يكون هناك بالنهاية استحواذ من التيار الإسلامي في هذه اللجنة. إذا كيف سيكون الرد؟ أنا عايز أتكلم في ثلاث نقاط. أولا التشكيك في مجلسي الشعب والشورى هذا لا ينبغي أن يصدر من أستاذ نحترمه ونجله، لأن مش ممكن أبدا ترفع قضية والقضية تأخذ مجراها في القضاء ثم أثناء نظر القضية تقول لي بقى مشكوك فيها، عندما يصدر الحكم يبقى نتكلم. دي نمرة واحد. مش ممكن أنا أرفع قضية على الطعن في دكتور صلاح وبعدين أبتدي أقول ده، ولكننا سنقول أن الدكتوراه مطعون عليها. يعني لا هو لا هذا ما يقوله. أنا فكرة يعني حتى الثلث يعني في البرلمان وليس يعني مطعون وليس مقطوع بعدم شرعيته، مشكوك ليه؟ لأنه وحيلك دي نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى لو صدر طعن وحل للمجلس، الذين يمثلون الآن مجلس الشعب نواب شعب ونواب شورى هم ممثلون رموز داخل المجتمع، ليس العيب في شخصيتهم وإنما العيب في النظام الانتخابي إذا كان حدث. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، معلش خلينا نتكلم بس. هناك آراء موجودة، شيء طبيعي ان احنا عمرنا ما هنتفق على اراء، هناك وجهات نظر. ومن الحرية التي افرزتها ثورة 25 يناير ان يكون هناك احترام للرأي والرأي الاخر. الدكتور صلاح يقول رأيه وانا اقول رأيي، وفي النهاية لابد ان يحسم هذا الرأي بقواعد ديمقراطية. من الذي سيحسمه؟ مثلا الاعلام او الناس في على الانترنت والفيسبوك، أم هناك مؤسسات ديمقراطية لابد أن نعترف بها وأن نؤمن بها باعتبارها تمثيلا حقيقيا لهذا الشعب يحسم مثل هذه الأمور اللي فيها خلافات؟ إذا كنا بنحسم في قضايا مرتبطة بكثير من الاتفاقيات، كثير من القوانين، كثير من هذه الأمور. الأمر الثالث بقى، ودي نقطة خطيرة، علامة الخوف. أنا أولا مش خايف. ليه؟ لأنه الذي سيحسم قضية الدستور هو الشعب. انت خايف من شعبك؟ اذا كنت خايف من شعبك حاجه تانية، خايف مني؟ لك ان تخاف، لكن انا لا اخاف من شعبي. بمعنى ان احنا بنصير، انا ممكن اكون خايفين من الشعب. اتفضل. احنا ليه بتخاف؟ لا هقول لحضرتك، لا تم الاستفتاء على مثلا 9 مواد رئيسيه، وبعد ذلك خرج النواب في مجلس الشعب. هذا 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 هذه المواد الشعب المصري قام بالاستفتاء عليه. الماده 28 لم تلحق بالإعلان الدستوري الذي به 63 مادة، كانت من ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها، على الرغم هذا الدستور فتم التصويت عليها والاستفتاء، والشعب قال بنسبة 77% نعم. ولابد أن يحترم. طب حضرتك بعد ما قلت نعم، حضرتك بعد ما قلت نعم في المادة 28 غيرت رأيك ولا ما غيرتش رأيك؟ تعالي بقى بعد إذن حضرتك. بعد ذلك أضيفت بعض المواد، تحدث عنها الناس فقهاء الدستور وقالوا ان هذه المواد هي تعتبر من تحصيل حاصل لبعض المواد. مثلا 28 تم الاستفتاء عليه. معلش خليني اكمل بس لحضرتك. اتفضل. حتى لو كانت هذه المواد اللي اتوجدت كانت تصطدم مع المواد الاساسيه اللي تم الاستفتاء عليها، الشعب هو صاحب القرار. مقام الشعب، يوم الشعب،
يحدث ثورة على هذا ويرجع الاستفتاء تاني. الشعب هنا مصدر السلطات، احنا مش عايزين نعترف ليه. الشعب كونه انه اقر بذلك ولم ترفض الا قلة موجودة، فهذه القلة لا تعبر عن الشعب. فبالتالي لو كان هناك الشعب حاسس ان هو يعني اتفرض عليه شيء يخالفه كان قام بصورة، كان رفض، كان مزق هذه الاوراق وكان مزق الاعلان الدستوري، لانه هو صاحب السيادة. الشعب مصدر السلطات. فانا مش خايف من شعبي، شعب يتجاوز مثل هذه الامور الحاقا بانهاء الفتره الانتقاليه، الفتره التي سببت الكثير من المشكلات المزمنه والتعقيدات وكثير من الانفجارات التي حدث في مواقف كثيره. اسمح لي يا سياده النائب، الشعب الان يعول على البرلمان. وماله البرلمان؟ الحمد لله الان كان. طيب بس حضرتك بتقول الشعب تاني هيقوم بثورته ويرفض. لا طيب نعم. هو بقى يعول على البرلمان، عشان كده انا سالت حضرتك يعني هل الماده 28 انت بشكل شخصي لو بما قيل عن هذه الماده انت دلوقتي بترفضها ولا توافق عليها؟ لا لا احنا وافقنا على الاعلان الدستوري خلاص، احنا يعني بنتكلم في نقطه حتى دلوقتي من طالب بان يكون هناك تغيير انت يعني ترى ان هذه الماده هي ماده الان نحن نتحدث وفق إعلان دستوري انتقالي. عندما يجتمع مجلسي الشعب والشورى طبقا للإعلان الدستوري لاختيار لجنة المئة، قبل ما كان يجي مجلسي الشعب والشورى أنا متشكك. هناك بعض الناس كانوا متشككين، ليه؟ يقول لك أصل التيار الإسلامي جاي. هو التيار الإسلامي جاي ما هوش صبة، التيار الإسلامي اللي هيجيبه الشعب. أنت خايف من شعبك؟ التحفظ اللي موجود الآن تحفظ مريب ولا يبرر إلا أن تكون هناك قلة تريد أن تعيد لنا نظام الدكتاتورية، دكتاتورية الأقلية. طيب المفروض أن احنا طيب سأنتقل بقى يعني بهذا إلى دكتور طيب دكتور صلاح، يعني قلة تعيد يعني تريد من جديد أن تعيد نظام الدكتاتورية، هم انتخبهم الشعب المصري، طب لماذا الاعتراض؟ ما هو عملية الانتخاب وصندوق الانتخاب لا يمكن أن يتخذ كفزاعة، ان صندوق الانتخاب قال كذا يبقى لازم نسلم بيها. لان بقول ان صندوق الانتخاب ده مكون من مكونات النسق العام للفكره الديمقراطيه. الفكره الديمقراطيه مش انتخابات، الفكره الديمقراطيه نسق متكامل تبدا به وعي الناس، قدره الناس وقدره الناخب على ان يقول لا ونعم ولا يكون هناك اغراءات، بس تحرر بس الاعلام. فعلا الناخب فعلا انتخب. ما انا هقول لحضرتك، لا لا في ناس كتير جدا صوتوا مش عارفين، مش عارفين بيصوت لمين. ليه؟ لان في كثير من الدوائر اسماء عديده 115 واحد مش عارف حد، فدخل على طول الست اللي قاعده في اللجنه اختاري لي حد كتير، وناس دخلوا تحت ضغط 500 جنيه غرامه والى اخره. انا عاوز اقول صندوق الانتخاب هو ليس معيار الديمقراطيه فقط، ولكن احد مكونات النسق العام. اقول لحضرتك، ألا يعتبر من مكونات الديمقراطية إعلام حر، حرية المعلومات، محاسبة المسؤولين. شوفي بيحصل إيه في ألمانيا، كريستين وولف رئيس ألمانيا كلها أخرجوه من حوالي شهر. ليه؟ لأن بيتم محاسبته على مخالفات مالية. قبلها بسنتين وزير الحربية. طيب خلص، فلنعطي البرلمان فرصة، وسيكون مثلا الأحد القادم مثلا اختبار جديد للبرلمان المصري عندما يكون هناك رد على ما سيحدث في الرد على بيان حكومة دكتور كمال الجنزور. لما بتكلم أنا لا أدعو إلى هدم فكرة الاستقرار. ليه؟ لأن فكرة الاستقرار كلنا معها، ولكن ليس الاستقرار الذي كان ينادي به مبارك، ودي كانت زريعة. استقرار ما حدش يقرب لحاجة، لا. احنا بنقول تغيير، والتغيير إذا ما كانش جذري وشامل. تعرفي بقى كان المفروض التغيير الجذري والشامل من يوم صدور حدوث الثورة يوم 25 يناير يعتبر دستور 71 قد سقط. وعندي مراجع بتاعتي وعندي بحث بنعمله على أن الدستور سقط من يوم 25 أو في القدر المتيقن يوم 28. طيب. ليه؟ لأن الثورة عملية تسونامي اكتساح، فهذا الاكتساح كلنا شفناه وحضرنا من يوم 25 من الصبح و28 من الصبح، دي كانت اكتساح، فكان لابد يعتبر هذا الدستور قد سقط. وبالتالي التعديلات اللي اتعملت بتاعه الاستفتاء 19 مارس غير وارده، ثم الاعلان الدستوري بجد غير وارد. نرجع للماده 28 اللي حضرتك اثرتيها. انا بقول ان هذه الماده من مخلفات وموروثات مبارك، موجوده في تعديل الدستور بتاع سنه 2005 بنصها وحذفها، حتى منقوله خطأ. الماده بتقول بالظبط، حتى في خطأ في الكتابه، بتقول ايه الماده؟
يا سلام. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. غير قابلة للطعن عليه بأي طريق وأمام، هي أو أمام اتنقلت من دي وأمام 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 من دستور 2005 إلى هذا الدستور، وأنا بقول إن هذه المادة تعتبر منعدمة. ليه؟ لأنها أوردت حكم ما فيش قانون ولا أي تصرف في العالم في التاريخ يبقى بمنأى عن رقابة القضاء، ده يعتبر عدوان على السلطة القضائية. إن أنت حجبتي سلطة القضاء عن إنها تراقب. وبعدين طيب. لجنة بتاعة الانتخابات الرئاسية، يعني حتى لا أخرج من الموضوع، يعني عفوا، يعني أنا أريد لجنة صياغة الدستور والمئة شخص كيف يعني سيكونون داخل هذه اللجنة. سأعود مرة أخرى لك دكتور نصر الأول قبل هذا السؤال، يعني طب بس دعنا نخرج من فكرة فضل. يعني البرلمان معبر عن الشعب المصري، يعني المصريين اختاروا والنواب موجودين الآن في البرلمان ليكون هناك يعني قرارات حاسمة، فلدعنا نخرج يعني من هذا الجدل. هو تعليق من دستور 2005 إلى هذا الدستور، وأنا بقول إن هذه المادة تعتبر منعدمة. ليه؟ لأنها أوردت حكم ما فيش قانون ولا أي تصرف في العالم في التاريخ يبقى بمنأى عن رقابة القضاء، ده يعتبر عدوان على السلطة القضائية. إن أنت حجبتي سلطة القضاء عن إنها تراقب. وبعدين طيب. لجنة بتاعة الانتخابات الرئاسية، يعني حتى لا أخرج من الموضوع، يعني عفوا، يعني أنا أريد لجنة صياغة الدستور والمئة شخص كيف يعني سيكونون داخل هذه اللجنة. سأعود مرة أخرى لك دكتور نصر الأول قبل هذا السؤال، يعني طب بس دعنا نخرج من فكرة فضل. يعني البرلمان معبر عن الشعب المصري، يعني المصريين اختاروا والنواب موجودين الآن في البرلمان ليكون هناك يعني قرارات حاسمة، فلدعنا نخرج يعني من هذا الجدل. هو تعليق بسيط بس تعليق بسيط بس الدكتور صادق هو بيفترض ان الشارع المصري يجهل السياسة. لا 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 بقولتش كده ثواني، انت قلت كثيرين تنقصه الخبرة. لا 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 لا، والفرد الثاني يفترض ان من ينقصه الخبرة ومن تعوزه الدقة والخبرة يصوت في صالح الاسلاميين. لا لا ما قلتش كذا، يعني طيب. انا اريد اسلامي برضه اكون اكمل كلامي. انا لم اقاطعك، قلت ما زال الشارع المصري، انا جاهل لا اعرف هذا من ذاك، ليه ان ايدي هتروح على الاسلاميين؟ ما ممكن تروح لواحد ربما لان الدعايه ربما لان الدعايه ربما لان الدعايه الدينيه اتخذت، يعني هناك من قال ان الدعايه الدينيه اخذت يعني الجاهل والذي لا يدلي بصوته. طيب هذا كله متكافئ، يعني انا اريد اخرج ما بهذه النسبه الكبيره. انا اريد ان اخرج من هذا الجدل لاني اريد يعني ان نكون طيب في نفس بس طيب حضرتك علقت دكتور صلاح، يعني ماذا عن نسبه مثلا المسيحيين؟ هل سيكون هناك نسبه معينه داخل اللجنه التاسيسيه؟ هل انتم قررتوا ذلك؟ ماذا عن نسبة المرأة داخل اللجنة؟ لم نقرر يعني دعنا من الأحاديث الجانبية ولنكن في لجنة صياغة الدستور. أنا لم نقرر هذا بعد، ولكن أنا في البداية قلت 30 من الطوائف والفصائل المختلفة، ممثلين للكنيسة، ممثلين للنقابات، ممثلين للأزهر طيب. الشريف، ممثلين للمرأة. لا مانع. طب هل سيكون هناك نية مثلا أن يكون هناك نسبة محددة للمسيحيين مثلا في لجنة طبعا. المئة طبعا. طب ماذا عن هذه النسبة وكيف ستكون؟ احنا بقى سايبينها للمقترحات، اصل احنا لو الآن قلنا وكل وجهة نظرنا اللي موجودة. طب ما انت قلت في الأربعين، قلت اشمعنى بقى أساسا؟ لا، 40 ليس قاصر على حزب الحرية والعدالة. أنا أقول 40 من داخل مجلس الشعب والشورى. هيبقى طيب. فيهم كل الطوائف وكل الفصائل. والثلاثون الآخرون برضو من جميع الفصائل ومن جميع الطوائف. إيه المانع؟ لم نحدد نسبة معينة مثلا بالنسبة للمسيحيين أو طب بالنسبة للنقابات. ولكن هل سيتم تحديدها لاحقا؟ أنا عايز أقول إن احنا رجعنا تاني لمحاكم التفتيش. في أسبانيا. كل حاجة على النوايا، هتعملوا ايه بكره؟ هتحطوا ازاي؟ انتوا زعلانين مننا؟ لا زعلانين مننا؟ لا يعني انا شايف ان احنا بنحمل الموضوع بشكل اكبر مما يعني يليق. حزب الحريه والعداله اعلن منذ اليوم الاخر ان الدستور سيكون لكل المصريين،
يكتبه كل المصريين. طب كيف سيكون عفوا يعني كيف استاذ محسن يكون لكل المصريين اذا كان هناك استحواذ لتيار معين؟ يعني انا ما بقولش ان هو هيكون في استحواذ. انا بقول ان طبقا لما يقال ممكن ان يكون في اغلبيه لتيار مثلا التيار الاسلامي. انا ولا انا من التيار الليبرالي ولا من التيار الاسلامي، انا هنا بسال نوضح وجهات النظر المختلفه. طيب كيف اذا سيكون توافقي اذا كان هناك اغلبيه معينه بيتم السير في خطوات مثلا ممنهجه؟ سيكون في النهايه هناك اغلبيه معينه، بنسال مثلا عن نسبه المسيحيين، بنسال عن نسبه المراه، بنسال عن هل مثلا هيكون هناك تقسيم جغرافي معين بان احنا ناخد مثلا لازم يكون في من اهل النوبه. طيب احنا اتكلمنا في كل النقاط دي، يعني احنا حطينا المبادئ والمعايير الاساسيه واقترحناها وتركناها في لجنه الصياغه. طب ماذا يعني؟ طب قول لنا احنا بقى ايه المقترحات؟ ان احنا بنبص للتوزيع الجغرافي، بنبص للتوزيع الطبقي، بنبص للتوزيع المهني، بنبص للمصريين في الخارج، بنبص للمرأة، بنبص للأقباط، بنتكلم عن القوى السياسية. المهم ان النسب ترضي، يعني ترضي الشعب المصري. هل هذه النسب ستكون مرضية؟ المهم ان كل واحد مثل داخل لجنة المئة. لجنة المئة لو انت جيتي حصرتي عدد كل المؤسسات والنقابات والجهات اللي موجودة والقوى السياسية والأحزاب ممكن يتجاوز حصرها فوق ال 300 او 500 جهة. احنا بنحاول بطريقة او باخرى ان يكون توافقيا. الامر الثاني زي ما تكلم الدكتور صلاح ان في مناخ. المناخ هي القضية، مش قضية الاستحواذ. القضية ان يكتب الدستور بحوار مجتمعي. حوار مجتمعي يعني ده الان لأول حاجة أنا بعتبرها ميزة، وكنت أنا مش متصور أنها تبقى موجودة. أنا ما كنتش متوقعها لما اقترحوها القيادات في حزب الحرية والعدالة. اتبسطت يعني كون أن ما نطلعش بالأمس من الجلسة المشتركة بقرار نهائي ونترك الأمر لأمثال الدكتور صلاح وكثير من الرموز أنها تشارك وتعمل فكرها ويعني حضورها داخل البرلمان وتبقى الذي يصوغ هذه اللجنة المئة هو ليس حتى البرلمان وإنما كل الاقتراحات التي قدمت من الداخل ومن الخارج. ليكون هناك يعني اقتراح أخير ويتم التصويت عليه. التصويت عليه. عفوا ولكن الوقت انتهى. سأخذ يعني في دقيقة واحدة فقط دكتور صلاح، يعني تعليق منك ومن دكتور ناصر. أنا بقول يجب فعلا أن تكون هناك مشاركة مجتمعية، وأحذر من السخط السائد في الشارع. الشارع فيه سخط ضد المجلس العسكري وضد المجلس النيابي الذي لا يتواءم مع مشاعر وطموحات رجل الشارع. طيب. هناك سخط سخط شديد. طيب. جدا ضد هناك يعني. دكتور ناصر كلمة أخيرة لك تفضل. أولا المجلس النيابي لم يشكل الحكومة بعد. إذا مشكل المجلس النيابي الحكومة فبالفعل يؤخذ على ذلك. وهل ستشكلون الحكومة؟ بإذن الله لن نشكلها منفردين، ولكن ستكون حكومة ائتلافية لجميع الطوائف بإذن الله تعالى. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. كان معي الدكتور ناصر طاحون عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وأيضا أستاذ محسن راضي عضو مجلس الشعب أيضا عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور صلاح صادق الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمحامي بالنقد. شكرا جزيلا لكم، أسعدتونا بهذا اللقاء.